استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر آل صخير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأولي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها دفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها البلاد لتعزيز المزيد من المنجزات الوطنية. وأعرب جلالة الملك المعظم عن الاعتزاز بالجهد الكبير والعمل الدؤوب المثمر الذي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة المملكة وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة وتنافسيتها ودعم المبادرات التي تثري مسارات التنمية والتطوير وبما أنجزته الحكومة من مشروعات رائدة في جميع المجالات التي تخدم مسيرة الوطن وتحقق تطلعات المواطنين الكرام. كما أشاد جلالته بما تشهده مملكة البحرين من نهضة رياضية وشبابية بالعمل الدؤوب والناجح الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تعزيز وتطوير المسيرة الرياضية التي أسهمت في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، منوها جلالة الملك المعظم حفظه الله بما حققه فريق قوة دفاع البحرين بإحراز المركز الثالث بمسابقة أفضل فريق قناص دولي 3 والتي أقيمت بالجمهورية التركية بمشاركة 32 فريقا دوليا. كما أشاد بإنجاز وزارة الداخلية لحصولها على المركز الأول في البطولة العالمية لعصا قياس الخطوات العسكرية للمرة العاشرة والتي نظمتها كلية سانت هيرس العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، معربا جلالته حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بالإنجازين الرياضيين الآسيويين اللذين حققهما نادي المنامة بالفوز ببطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة وفريق كرة اليد لنادي النجمة بمناسبة فوز الفريق ببطولة الأندية الآسيوية 25 لكرة اليد، مثنيا جلالته حفظه الله على دور رئيس وأعضاء مجلس إدارتي ولاعبي نادي المنامة ونادي النجمة، مؤكدا جلالته أن هذه الإنجازات تعكس حرص أبناء وبنات البحرين الدائم على إعلاء راية وطنهم في كافة المحافل الإقليمية والدولية.